تحياتنا لكم متابعينا من قناة شو الأخبار، معكم حسين هاشم وحلقة جديدة من برنامج اسأل الخبراء، من مقدمة لكم من قناة شو الأخبار. حلقة بغاية الأهمية، يمكن كثير من الأوقات نقول حلقة مهمة، موضوع مهم، بس صراحة اليوم موضوع في غاية الأهمية. لما كنا عم نحضر لهيدي الحلقة يعني كتير شغلات كنا عم نحضرها وعم نحكي فيها أنا والأستاذ المحامي، قلت له معقولي هيك والله هيك وأنا فاليوم رح نتحدث عن السوشيال ميديا، عن وسائل التواصل الاجتماعي. عدد مش قليل منا على وسائل التواصل الاجتماعي بيفكروا إن هيدي حرية تعبير وحرية حكي، وإنه أنا فيني أكتب اللي بدي إياه وحط فيديو اللي بدي إياه وحط صورة اللي بدي إياه وأحكي على اللي بدي إياه وباللغة اللي بدي إياها، ما حدا رح يقول لي شيء. ما هيدا سوشيال ميديا بالنهاية، هيدا وسائل التواصل الاجتماعي. رح تتفاجئوا اليوم بالمعلومات اللي رح نعطيكم إياها، إن كانوا لكم أنتوا شخصيا على المستوى الشخصي كأشخاص، يعني كأنتوا هلأ اللي عم تحضرونا، أو إذا أنتم مجوزين وعندكم أولاد كمان على مستوى أطفالكم، على مستوى أطفالكم يعني إن كانوا أو إذا عندكم أولاد موجودين بالهاي سكول أو حتى بالميدل سكول، حيلا ولد في بإيده تليفون وعنده سناب شات أكاونت أو تيك توك أكاونت أو عنده سوشيال ميديا بشكل عام، أو إذا أنتم عندكم سوشيال ميديا أو إذا أنتم بتشتروا شيء على السوشيال ميديا أو بتحطوا فيديو شيء على السوشيال ميديا. اليوم رح نحكي عن موضوع وسائل التواصل الاجتماعي، مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، المشاكل القانونية وخصوصا الجنائية التي ممكن أن تنشأ نتيجة استعمالكم لوسائل التواصل الاجتماعي بالطريقة الخاطئة. يعني إذا كنتوا عم تشتروا شيء illegal على وسائل التواصل الاجتماعي، شو بيقول القانون بهذا الموضوع؟ إذا أنتوا في كتير أشخاص بيعملوا fake accounts، هيدي درجة كتير خصوصا عندنا نحن بالجيل العربي، ما بعرف ليش بينبسطوا فيها، بس كتير عالم بيعملوا fake account وبروحوا بيدوروا على صور لناس تانيين وبيحطوا صورهم على أساس هودي هن الأشخاص، بيفكروها شغلة عادية جدا. فكمان بدنا نحكي بهذا الموضوع. أو حتى في أشخاص كمان بيحكوا مع ماينرز، يعني أشخاص تحت 18 سنة على السوشيال ميديا، وأوقات بيبعتوا صور إباحية جنسية بيفكروا إنه شو لا ليس هناك من رقيب أو حسيب. فاليوم موضوع في غاية الأهمية، بمس كل واحد فينا بيستعمل شيء اسمه سوشيال ميديا أو وسائل تواصل اجتماعي. أنا مثلي مثلكم اليوم كتير متشوق لأسمع المعلومات لحتى أعرف وأتعلم ما هو الصح وما هو الغلط لما نحن عم نستعمل شيء مش عارفينين شو المسموح وشو الممنوع فيه، وشو شغلات ممكن تفوتنا بالحبس، وشو هي الشغلات اللي ممكن تخسرنا قضايا، وشو هي الشغلات اللي ممكن تخسرنا مصاري من وراء السوشيال ميديا. ركزوا معنا بهيدي الحلقة، حيلا سؤال عندكم اياه فيكن تكتبوه بمربع التعليقات والأسئلة، وإن شاء الله نحن رح نحاول قد ما فينا مثل ما نحن وياكم معودين إنه نجاوب على قدر كبير من الأسئلة اليوم، ضمن ما بيسمح الوقت لنا وضمن ما بتسمح هيدي الساعة المخصصة لهيدا البرنامج. أكيد بداية البرنامج بنحب نتشكر السبونسرز تبع هيدا البرنامج، كل من يو اس مزاد، مزاد الولايات المتحدة للفضة والسبح، و فورنيتشر كينج، وأيضا سلينج تي في أرابيك للقنوات العربية. أستاذ مصطفى أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا حسين، الحمد لله على السلامة، نحن اشتقنا لك. يمكن كان عندك عملية صغيرة last month. يعني عملت عملية على ركبتي، كنا عم بلعب فوتبول. سلامتك، الله يسلمك. اللي بيقولوا للواحد اعمل رياضة اعمل رياضة لحتى تصير منيح وصحي، بيروح بيعمل رياضة بينصاب. طيب خليني أنا ضمن نطاق الموضوع كون يعني هدف من هذه الحلقة إنه نفيد الجيل تبعنا بالمعلومات. كتير عالم تسأل هل يا ترى أنا فيني أعمل كرايم على السوشيال ميديا؟ يعني إذا إيه أنا فيني أعمل كرايم على السوشيال ميديا أو جريمة على السوشيال ميديا، شو هي هيدي السوشيال ميديا، جريمة السوشيال ميديا أو سوشيال ميديا كرايم؟ هلا المشكلة إنه عادة يعني الشخص أو الأشخاص اللي بيعملوا هالشيء ما بيفكروا اللي عم بيعملوه إتس كرايم، مع إنه مجتمعين شيء اسمه سوشيال ميديا كرايم، لأن عم بيفكروا عم بيعملوه عادي فيهم يعملوه لأن كل حدا بيعمله. بس السوشيال ميديا كرايم يعني إتس يعني عندهم يعني أنا legally there's two ways to define it. يعني any cyber crime anything عم بتعمله criminal على الكمبيوتر using a social media platform. يعني إذا أنت عم تسرق using Facebook أو you're doing anything illegal using Instagram anything يعني كل شيء يعني ممنوع يعني بالقانون. You're doing it using a social media platform is considered a social media crime. كل مخالفة للقانون عم تعملها من خلال استعمال المواقع التواصل الاجتماعي بيعتبروها هني social media crime. Yes. To go one step further, any crime يعني committed that was used with the help of social media
is considered a social media crime. يعني إذا أنت رحت سرقت واحد بس أنت تعرفت عليه تعرفت وين بيعيش على من يعني من الفيسبوك it's a social media crime. واو. ويعني that's how they charge it. The majority of the crimes كيف عم بيصيروا يعني مش واحد يعني عم بيقتل حدا على الفيسبوك بس حدا يعني إذا حدا بده يروح يلاقي واحد يروح يسرقه أو لا يضربه أو لا يحكي عنه عن شيء عم بيشوفون عم بيلون على السوشيال ميديا. مزبوط. Oh, that's how it is. Yeah, yeah. الدنيا كلها مع social media. It's the number one weapon for criminality. نعم. Social media. No, that's how every. يعني it's free information. نعم. بلاش وفيك تعرف كل شيء اللي بدك عن واحد. مزبوط عم تحكي مزبوط. حتى عمليات خطف الأطفال human trafficking. كله على social media. على social media. كله على social media. أكيد نحن راح نفوت بالتفاصيل مع المحامي. بعرف ماي عم تسأل ما نوعية هذه المخالفات. ليلى عم تسأل عن الهاكرز وما الهاكرز. وهناك أسئلة كتير كبيرة عم تجي. أكيد تحياتنا لوفاء ليلى ماي خالدة فداء ريما كلكم عم تحضرونا تحياتنا لكم. نتمنى منكم تشاركوا بالحلقة من خلال الأسئلة والتعليقات. أكيد نحن راح نفوت بأنواع الجرائم التي ممكن ترتكبوها على وسائل التواصل الاجتماعي وشو هي العواقب القانونية وقديش يعني هل يا ترى هذه بتصير على طول ولا أنه أوقات. طيب خلينا نبلش آدم ما هو النوع الأول عيت لآدم خليك يلا قلت له بتعرفي لأنه قلت له قبل الحلقة عيت لك آدم فعيت لك آدم مصطفى أستاذ مصطفى بدنا نبلش نحكي بأنواع الجرائم اللي بتنعمل على السوشيال ميديا ولما بلش نحكي على الأنواع كل واحد هلا عم بيحضر أنا بأكد لك بدي أقول لك أوه والله هذه جريمة أنا بأكد لك تذكر لما كنا قبل الحلقة عم نحضر قلت لك صار عم تقول لي أنت هذه أنواع قلت لك صارت ما حدا أنا بعرف بالهاي سكول وبما بعرف شو خلينا نبلش نحكي بهودي الأنواع أوكي. خلينا نحكي بالنوع الأول اللي عم تحكي عنه أنت شو هو النوع الأول من الجرائم اللي بتصير على السوشيال ميديا هلا النوع الأول يعني حسبهم يعني ثلاثة بواحد أوكي. عندك أونلاين ثريتس stalking والسايبر بولينج اهم شيء هو السايبر بولينج طيب فينا نفسرهم بالعربي بتعرف ايه؟ اسميهم ولا افسرهم انا بالعربي بدك تفسرهم انت بالعربي اونلاين ثريتس يعني على الاونلاين يعني على وسائل التواصل الاجتماعي او على الانترنت انت عم توجه تهديدات لحدا نعم ثريتس يعني تهديدات stalking اذا انت يعني ملاحق حدا يعني ملبس عليه بتضليك تلاحقه فاهمين كيف سايبر بولينج التنمر من خلال استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت نعم ثلاثه كتير كبار كتير كبار ايه تفضل اشرح لنا اياهم اكثر هودي سو هلا هول المشكله وين انه هول يعني هلا we're gonna talk about this later بس the number one issue يعني اهم شيء انه هيدا this is هيدا هو الأول topic العالم اللي بتفكر هيدا it's legal وفيهم يعملوها all the time لأنه بفكر أنه بس حكي it's freedom of speech ونحن we're protected by the first amendment مزبوط فيها نقول اللي بدنا إياه أنا يعني I'm not in his face أنا على الكمبيوتر فيني أقول اللي بدي إياه على الانستغرام على تويتر على الفيسبوك اللي هو هلا هولي بتشوفهم عم بيصيروا كتير بالولاد middle school والهاي سكول هلا الادلتس بتشوفهم يعني اللي كبار بتشوفون هن بس بتشوف الكثير بتشوف الاونلاين ثريتس بس اذا عم تحكي الاولاد السايبر بولينج اتس نمبر 1 وهيدي سايبر بولينج از ذا ليدنج كوز اوف سوسايد والله يس الاولاد اللي عم يقتلوا حالهم يعني الله يرحمهم اتس 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 يعني اتس كومينج فروم بولينج اند سايبر بولينج بلايز ا هيوج رول ان ذس تنمر على الـ على الـ على الانترنت يا وخي حسين يعني من 10 سنين ما كان حدا يفكر بهيك شيء سايبر بولينج ما كانوا يحكوا فيها هلا البولينج صار بس على الكمبيوتر ما عادش بتشوفه بالمدارس هلا كلهم فيك تعطينا مثل من انواع السايبر بولينج يعني شو يعني انت يعني انت كنت موجود بالمدارس بامريكا فبتعرف اكثر اكيد اكيد يعني فور اكزامبل بكون في واحد يعني كيف هول كثير بتشوفهم بالولاد بكون عندهم تلميذ بالصف ما بيحبوا او بيقعدوا يعني زي ميك فان اوف هيم شو بيعملوا بيجوا كل هالولاد بيعملوا فيك اكونت باسمه وبيكتبوا اغراض عنه وبيكتبوا اغراض عن اهله عن امه بيحطوا باد بيكتشرز على البروفايل له يعني ببهدل online و any time بيعمل post على status أو شيء بروح بيبهدلو على status لإله things like that و it's a lot of يعني it's a lot of cussing online يعني بيعملو يعني بيترقوا مثبات وبيقولوا نحن بس نشوفك هنعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة it's things like that يعني it's constant harassment وما بيتركوا على الواحد ما بيخلي واحد يتنفس كثير بتصير بالميدل سكول وبالهاي سكول هيدي عم نشوفها كثير بشكل كبير وعم نخسر أولاد من وراها انتحار عم ينتحروا يعملوا سوبسايد من وراء انه في تنمر عم ببلش بالمدرسه هيدا التنمر وعم بينتقل لوسائل التواصل الاجتماعي لسناب شات لتيك توك لانستغرام لهودي الابلكيشنز اللي الاولاد عم يستعملوهم واهم شيء شو عم بيصير واتس ايفن ورس ذان ذس الشيء اللي ببلش صغير على الفيسبوك بيكبر برات البيت مزبوط. يعني عم بتشوف واحد بيعمل ارجيومنت على الفيسبوك بيكونوا عم بيتزنخوا مع بعض بتصير سيريوس اخر شيء عم بيلاقوا بعض بال 7-11 او هون على الكورنر عم بيصير فايتنج وبتصير كثير ويف هاد ماني كلاينتس كم ان فور اسالت اند باتري انت بس بدي بنبه العالم انه انت مش عم تحكي من عدم انت عم تحكي من
انا كنت عم بسالك قلت لي هودي كيسز انا مستلمها هلا yes, حاليا yes. بناء على خبره هلا كيسز عم بتصير معي بالمكتب المحاماة تبعكم 100%. عشان هيك عم نحكي عن هذا الموضوع لانه عم بتصير yeah, لا كان في واحد there was a case we handled the other day. It was an assault and battery misdemeanor. It started on Instagram. تخانقوا مع بعض على الانستغرام, التقوا مع بعض وتخانقوا. واجا البوليس and they arrested them and they gave them misdemeanors. واو. يعني هاي بتصير كتير 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 كتير. مش قليلة هاي دي yes. مصطفى. ما بعرف إذا ضمن هاي دي الوحدات, بس أنا مذكر في شاب وصبية كانوا هني بويفرند وغيرفرند, وهو فات بحالة يأس لأنه تركته أو شيء أو صارت تعمل له بولينج هي على السوشيال ميديا. قال له هو أنا عم بدي أقتل حالي, عم gonna kill myself, كتب له على السوشيال ميديا. أم هي بعتت له رسالة قالت له go kill yourself. معروف هيدي it's a known case. هيدي كتير انشهرت هيدي وحكموها وحبست هي لأنه اعتبروا المسج اللي هي بعتت له إياها على السوشيال ميديا أنه إيه روح أنت اقتل حالك, أنه هي شجعته ليعمل suicide ويقتل حاله 100%. فهيدا مثل يعني في كتير قدام هيدا كله أونلاين, ما كانت قاعدة معه ما مشي فاتوا بس كله على الكمبيوتر. Yeah. ما شفته لا لا قدامه. It happens all the time. واو. و... هل يا ترى انه الفيك اكونت بيعتبر من شو, من ستوكن ولا شو بيعتبر ولا فيك اكونت؟ It can be hacking and fraud and also cyber bullying. لما you're using that يعني انت يعني مش هتعمل فيك اكونت بس هتعمله. You have a reason. There's always a motive. نصبر. Yeah, the motive is always either to make fun of somebody or to steal. معروفة. هول ذا تو بيجست ريزنز. يعني او you're using it to bully or using it to steal. مظبوط. يعني او بدك تسرق حدا او بدك تتنمر على حدا. أكيد. واحدة من اثنين. واحدة يعني من اثنين. يعني بدك تقول شيء مستحي تقوله على البروفايل الخاص تبعك, بتعمل بروفايل فيك وبتحكي. خليني خلص من النقطة الاولى اللي كنا عم نحكي فيها نحن, اللي هي القسم الاول من اللي بيعتبروه جريمة على وسائل التواصل الاجتماعي او على الانترنت بشكل عام, هو التهديدات اللي بتصير اونلاين. التهديدات اللي بتصير اونلاين يمكن كنت عم بقول انا هلا قبل ما اطلع على الحلقة كان عندي فيديو في شاب قبضوا عليه الـ FBI مكتب التحقيقات الفيدرالية لأنه كاتب إنه هو بده يروح يفجر بناية. yes yes. فعم بيقولون إنه هيدا أنا كتبته على السوشيال ميديا هيك. it's a joke. هل يا ترى الجوك على السوشيال ميديا بتأدي لأنه الواحد يروح على الحبس؟ وشو شو شو هي العقوبة يعني لما بتقولي أنت أونلاين سرت ستاكن وسايبر بولي؟ أونلاين فايف يعني. okay. يعني هودي شو العقوبة؟ قديش بيحطوني بالحبس؟ هل يا ترى بيحطوني بالحبس؟ هل يا ترى بدفعوني مصاري؟ شو ال... هلا كله لك all of these things لقلنا yes الأونلاين threats stalking and cyber bullying كلهم هولي they're a crime. نعم. هلا إذا بتحكي قد how long you can go to jail for كله it depends على الأفكت تاعهم. طيب. يعني the effect that it has. أعطيني يعني مثل. يعني مثل إذا أنا I'm cyber bullying somebody. وأنا I was cyber bullying them so I راحوا قتلوا حالهم. أوكي. وهنا they were able to prove إن هن قتلوا حالهم قد ما أنا كنت عم أجر فيهم على السوشيال ميديا. عم بعضهم يلا روحوا قتلوا حالكم you don't deserve to live. Blah 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 blah. From this kind of stuff you can go to jail for a long time for it. لأنه أنت الحق عليك لقتل حاله الشخص. It's your fault. إذا بتحكي الأونلاين threats مثل ما أنت قلت نحن لما كنت أنا بديربون هاي في واحد حط على ال في واحد حط على الفيسبوك انا جاي على المدرسه اقتل انا ام كومينج سكول تو كيل ذس كيد اوف وحط على السوشيال ميديا اجى البوليس ذي كيم وحبسوه. هلا طب العالم يمكن تقول بالقطع على حديثك استاذ مصطفى انه كيف ممكن البوليس يعرفوا انه انا كتبت هيك على السوشيال ميديا؟ هل يا ترى حدا بيعطيهم تيبس يعني بيقول لهم ببلغ yes. او السوشيال ميديا في بقلبها مثل كي ووردز لما انت بتكتب هودي الكي ووردز ترينجز عندهم بالبوليس والفي اي هلا من قبل كانت it was majority tips يعني اهل بيكونوا اونلاين بيشوفوا يعني واحد يعني من تلميذ يعني عفوا يعني بيشوفوا بوست اونلاين وبيعرفوا الولد بيكون هو يعني بنسي مع اولاده بشوفوا انه حاط انه انا بدي اعمل واحد اثنين ثلاثه بدي اقول للبوليس وبدي اقول لاهله الناس هاو ات ريزولفد سو القسم الاول تبليغ yeah, يعني so تبليغ ايفن توديز دي تبليغ كثير لانه كل حدا عنده سوشيال ميديا واذا انت يعني اذا انا ام فريندز وذ يو مينز انا اول ماي فريندز رفقاء معك على فيسبوك سو ايفري ون نوز وات يو ار سينج اند اي نو وات يو ار سينج يو نو وات ام سينج وكمان عندك ذا يعني ذا اذر سايد عندك كمان yeah there are يعني there are key phrases when you type them up Facebook will run them through a database and يعني they can report them if they think it's serious. Yeah. معروفة. مثل هذا بيصير ب ب بميشيغان تبع الكابيتال اللي yeah. بدي روح فجر وبدي أقتل. دغري كشفوه. كتير أمثال يعني yeah. صارت هلأ من زمان مش كتير بعيد إنه عم تعطي مثل أنت اللي أشخاص اللي كانوا عم بيخططوا بدهم يخططوا الحاكمة تبع ولاية ميشيغان. Yes, yes, yes. كشفوهم من خلال السوشيال ميديا. دغري دغري دغري. الأشخاص اللي فاتوا على الكابيتال على مبنى الكابيتال بواشنطن. لقطوهم ثلاث ارباعهم yeah. بالسوشيال ميديا yeah, yeah, انه حاطين yeah. صورهم على السوشيال ميديا yeah. انه فايتين ياخذين yeah. yeah, yeah, yeah. فيديو هن وعم بيكسروا الشبابيك فهمينكي هلا بدنا نحكي عن هذا الموضوع بوستينج ستاف لما انت بتحط صوره او بتحط فيديو yeah. انت عم تعمل شيء illegal يعني عم بت دغري دغري عم بتكشف حالك ايه ف
طب let's say انت شخص هلأ عم يحضرنا okay. وحدا على السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام تويتر ما بعرف شو سوشيال ميديا انت حاطت شيء كتب لك تعليق مثل تهديد او سبلك او 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 شيء انه قال شيء مش منيح عنك اوكي هلا شو بتعمل يعني هلا اخي انا من سي اونستلي يعني أكيد. صراحه يعني مسبي واحد مسبي اثنين اتس نوت غانا دو اني ثينج اوكي بس هيدي مره مرتين بس حدا بضل عم يلحقك بضل يسبلك ويكتب من عنك every single day for 2 3 weeks 4 weeks هيدي it become harassment اوكي يعني تعتبر مثل stalking هيدي stalking and harassment هذه you take it to the police بتفرجيهم you just print it out بتاخذ انا we literally had a case just like this اه والله كان عندك كيس مثل هذا yeah someone just حدا كان عبي 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 اجى فيه على الانستغرام هو يعني instead of blocking him قعد خليه فش خلقه ضلوا لحقوا 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 he printed out shit I think one month worth of harassment comments اخذوهم للبوليس and they charged the other person with something called harassment communications هذا it's a misdemeanor اوكي قديش الحكم تبعه هيدا it's up to 90 days in jail and a $500 fine والله yes مش قليلة هيدي yeah, مش قليلة مهمة سو مش انه سبلك مرة وخلص حل عنك اذا ضليه ملاحقك لفترة نعم. معينة نعم. عم بيضليه يكتب كلام سيء عنك وعم بيضليه يحكي عنك على السوشيال ميديا yeah. طول ما انت عندك ريكورد طبعون فيك تروح لعند البوليس وترفع تعمل ريبورت وبيجي المحامي بيرفع okay. القضية ولا انت لحالك فيها لا هلا اذا انت هلا هي if it's a criminal مجرد حدا يرفع قضية بس there's another thing يعني you have to look at the other side مثل ما قلنا كل حدا عنده فيسبوك قول يعني قول انا for example انا I'm a lawyer عندي my own business okay. اذا حدا ضلوا عم يلحقني عم يحطها public انه مصطفى واحد سرق لا سمح الله مصطفى عمل واحد اثنين ثلاثة ضلوا عملها شهر شهرين ثلاثة اشهر اوكي وانا I lost business because of it العالم صدقوه وقالوا انه هو هيدا هالزلمة مش منيح ونحن ماش ما نروح لعنده نعطيه business اذا انا I can prove انه من وراه هو انا هيك خسرت البزنس هو اللي قالوا انه yeah. شو انا فيني الحقه in civil court I can sue him for yeah. that you can sue him for that خصوصا بالشركات لما انت yes. بتحكي كلام سيء على الشركات في شيء اسمه defamation and slander of character exactly yes. لما yes. انت بتحكي حتى انت اوقات في انا كثير بقول لهم للشباب والصبايا بيكونوا بعضهم صغار بيشتغلوا بشركه بفكروا انه بس يفلوا من الشركه فيهم يحكوا اللي بدهم اياه عن الشركه بقول لهم اوكي عندكم freedom of speech بس الى ليميت كل شيء له ليميت بهيدا البلد 100% لما تبلش تحكي شيء سيء انت عن الشركه وتطلع اونلاين وتكتب أكيد. عنهم ما تاكلش بهداك المطعم اكله بيقرف وجروس وعندهم فيران وما بعرف شو ما انت ذكرت هيدا لمن ديربورن اللي كان انجينير اللي قال شيء about you know a certain race of people حكى عنهم وطيروه من الشغل ذكرته there was a guy حط كومنت على فيسبوك about العرب قال ما اعرف شو قال بس city of Dearborn fired him وما قال شيء خاصه بالشركه It's just his opinion. My, يعني, you know what I'm saying? So, يعني مش بس أوقات بيكون في أحكام قانونية يمكن أن تصدر في حقك بسبب شيء كتبته. نعم. في شيء socially كمان. أوقات بتخسر عملك yes. بسبب شغلة بتكتبها. أوقات بتخسر دراستك بسبب أنت شيء كاتبه. ممكن الجامعة تزعمك. مش أو مش تخسر scholarship. وعندك كمان ما عندك. Well, what's worse? هلا سألنا. Social media is so important. إذا أنا بروح أنا أقدم على شغل. صار هن الكومباني صار هن يروحوا على السوشيال ميديا تاعك ويشوفوا شو عم تقول على السوشيال ميديا قبل before they hire you. Yeah. سو اذا انت عندك السوشيال ميديا لك public على الفيسبوك حيشوفوا الستاتس لك حيشوفوا صور حيشوفوا الفيديوز حيشوفوا what kind of person you are هيدي مزبوطه باي ذا واي معروفه 100% حتى انت بس تسافر بس تسافر في كتير اشخاص بيوقفوهم التي اس اي وبيقولوا لهم بدنا نشوف السوشيال ميديا الاكونت تبعكم انتم شو حاطين على السوشيال ميديا شو كاتبين على السوشيال ميديا اذا في شغلات انا بعرف شباب تحقق معهم لساعات بسبب السوشيال ميديا وشو حاطين yes, صور yes, على السوشيال yes, ميديا yes. وشو حاطين وشو عاملين فالواحد بده ينتبه شو عم بيكتب وشو عم بيحكي وشو عم بيحط بوست لانه يمكن مش دغري هلا تنتبهوله بس عندك بيكون في ماذا المشكله وين العالم everyone بفكروا انه هيدا it's just social media it's just Facebook بس هي ورز عندك حياه تانية مزبوط انا كمبيوتر this is your life اللي عم تحطوا عليها So, but people, يعني ما بيلاحظوا هالشيء. You know, بس حدا تاني يطلع عليها. 100%. So that's what's scary 100%. About it. You have another life online. 100%. Yeah. So هذه أول شغلة بدنا إياكم تنتبهوا منها اللي هي إنه لما بتهددوا واحد على الأونلاين يعني أوقات بتكون أنت معصب وبدك تكتب له you know بتقول له لاقيني ما بعرف وين أو بدي ما بعرف شو أعمل فيك أو بدي كسرك بدي طبشك بدي yeah. أقتلك ما بعرف هيدا منه حكي بينحكى على السوشيال ميديا لأنه بيسبب لكم مشاكل قانونية وكتير مشاكل يعني بتأدي انه تفوتوا على الحبس او لا سمح الله انه بدك تدفعوا شيء كتير كبير فبدك تنتبهوا على هذا الموضوع هلا الشغله الثانيه اللي بدنا ننتبه لها شيء اسمه شو هاكينج اند فراد هيدي معروفه هيدي كتير منتشره
كثير منتشر كثير كثير هاكينج اند فراد. هاكينج يعني انت شو هاكينج؟ شو بتعتبره الهاكينج؟ الهاكينج يعني under the law انه يعني انت عم تستعمل الكمبيوتر to give yourself an advantage illegally. يعني for example بطلع انا على الكمبيوتر تاعي وانت حسين عندك فيسبوك اوكي I don't have to make an account. أنا لأنه I'm so good على الكمبيوتر وأنا متدرب على الكمبيوتر. بسرق لك الحساب تبعك. فيني أسألك أو أنا I can get يعني فيني أنا يعني get the password على الفيسبوك تاعك وأنا أطلع غير غير كل شيء فيه. مزبوط. لأنه أنا يعني لأنه أنا I'm a hacker. There's a lot of, this is common but the most common هو الفراد. معروف الفراد it's the most common لأنه بتصير على عندك الأوفر أب. eBay. السرقة على الفيسبوك ماركت بليس. even على الانستغرام دايركت مسج كلهم بتصير كتير بتصير كتير واحد بيعطيك فانمو اكاونت بقول له يلا يو نو حول لي ذس ماتش وانا اعمل يو يا 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 يعني بيسرقوا بعض يو سي اول ذا تايم يو سي سو القسم الثاني اللي عم نحكي نحن عنه هلا حاليا الهاكينج والفراد. الهاكينج لما انت بتفوت عند اكاونت حدا تاني بتغير له الباسورد بتغير له معلومات على الاكاونت تبعه وبتاخذ الاكاونت تبعه بتصير انت رياكت لك مثل انه هو هلا ذا موست كومن اكزامبل اوف هاكينج اللي بيكون انت على الفيسبوك بيصل لك مسج من حدا ما بتعرفه راندوم نيم بس بيكون في لينك مزبوط تقبس على اللينك تقول عليه بيصير فيروس والفيروس شو بيعمل it takes all your information from your computer they use it مزبوط هيدي that's the most common one that's the most common example of hacking واحد بيبعث لكم لينك حتى اوقات قرايبينكم بيبعث لكم لينك ما بعرف شو وما تكبسوش عليه unless لتسألوا هذا الشخص شو هو هذا انا ما بكبس على ولا لينك لانه كتير يعني حرام اوقات يعني هن واحد بيكبس على اللينك ساعتها مش بدون ما هو يبعته هذا الهاكر سيطر على التليفون تبع هذا الشخص بيصير يبعث لكل الكونتنت تبع هذا الشخص نفس اللينك لحتى يعمل لهم هاك حتى انعمل هاك لواحد من الجالية عندنا شخصية من الجالية معروفة رجل أعمال من الجالية حدا فات وأخذ له الأكاونت تبعه على الواتس أب وصار يبعث رسائل للكونتاكس تبعه إنه بليز أنا مقطوع بالمطار ما بعرف شو بدي 500 دولار بس لحتى مشي حالي وبكرة بعطيك إياها بتصير وفي كتير عالم انخدعوا وفي ثلاث أشخاص بعثوا له 500 دولار لهيدا الهاكر وراحوا المصريات يعني منيح انتبهوا له دغري يعني بتصير كتير بتصير كتير. طيب بدنا نحكي عنه لهذا الموضوع. هل يا ترى كمان بيشمل عم تسأل زينب قصة الهاكينج بانك اكاونتس وشغلات؟ هيدا this is in terms of prison. This will put you in prison the longest. More than any of these. الهاكينج. الهاكينج لأنه هيدا it's a federal crime. It's a federal يعني هيدا يعني you're not dealing with the state of Michigan anymore. You're dealing with the federal government. So هيدا it's a federal crime. It's a this is a definition of a cyber crime. والله. معروفة هاكينج. و يعني this is a felony اكيد اذا بتسرق حدا اونلاين بتسرق يعني it goes a step further الهاكر شو بيعملوا ما بيسرقوا انا بيسرقوا الشرك بيسرقوا الشرك وهيدا it's a huge felony يعني you're gonna go to jail for 10 to 15 years for something like this yeah it's بس بتلاقيهم بس هلا يعني the thing with hacking يعني ما بتشوفها كتير هون بالكوميونتي لانه you have to be يعني عاده الهاكرز they're very smart they don't go after people they go after companies مزبوط اللي بتشوفه هون كتير بالكوميونتي هو الفراد ايه. بتشوف الفراد بتشوف الفراد كتير بتكون حدا بيلتقي مع واحد هذا بنشوفه the most common one انت عندك اوفر اب او عندك شو تاني شو اسمه في فيسبوك ماركت بليس في فيسبوك في اوفر في واحده الاول وحده شو كان اسمه اي باي مش اي باي شو اسمه يا الله كريجليست كريجليست ايه مزبوط كريجليست في كريجليست معروفه هيدي وثائره كتير كثير بديربورن حدا بيلتقي مع الثاني انستر هي بيز ام بيثرون بيحمل فرض وهي رابز بس كلهم التقوا على كريجليست اول ستارتد ذير واو Yeah, so هلا يعني انا واي تيل ايفري بودي انا اول ماي فريندز انكلودينج ماي سيلف انا عطوه بشي كثير اشياء من اوفر اب وانا بيع فعطوه بلاقوا بالبوليس ستيشن بديربورن they want you بالست اللي هن موجودين فيها في حتى اصلا بوليس ديبارتمنتس عاملين سكشن بقلب البوليس ديبارتمنت للاونلاين سيلز اذا انت اشتريت شيء اونلاين فيك تفوت لجوا على الباحه وفي لهم اريا هونيك ديربورن بوليس they promote this بيقولوا if you're doing something فوتوا لجوا و make the sale inside انا time I want to buy anything online or sell it If they don't want to meet me at Dearborn Police Station, I won't go. It's not worth it. لأنه بتصير كتير. بتصير كتير حدا بينسرق أو بيضربوه بياخذوا له أغراضه معروفة. الفيك أكاونت من أي وحدة بتعتبر فيهم هودي فيك أكاونت؟ الفيك أكاونت it can be hacking and fraud. Yes. طيب عم بسألك حسين is there a way you can know who's behind that fake account in terms of their location and information? يعني هلا أنت شخص إذا أنت بتعرف what you're doing on the computer I'm sure there's a way. أنا I wouldn't know how to do it. إذا حدا يعني
بهيك عبي اجل في if you go to the police department they will know how to do it. I'm not saying they 100% they'll catch him. بس صعب شوي بس اذا هذا الشخص عامل شيء كبير اكيد اكيد بيقاته. مش بس هيك هن عندهم التكنولوجي احنا ما عندنا اياه بيقدروا يحقوا الاي بي ادريس they can do a lot of things. بس صراحه انا احل لك اياها اذا الهاكر he really knows what he's doing he won't be able to find them. It's very hard. بس عاده اللي بتشوفهم الهاكرز بيكونوا اولاد و they don't know what they're doing. Yeah. Or they're easily caught. نعم عم تحكي مزبوط. هلا بشكل عام اذا حدا عنده فيك اكاونت وعم بيزعجك هلا اذا بتطلع على جوجل بتحط grab IP address فيك انت طريقه يعني في ويب سايتس فري من خلالهم فيك تجيب الاي بي ادرس تبعث له لينك بيكون هذا اللينك اتس ماسكت اب يعني فور اكزامبل انت اللينك تبعث له www.whatsappmedia بس هو لما بيكبس عليه هيدا اكشلي حتى تاخذ الاي بي ادرس تبعه انا عامله قبل بمره صراحه ف بتدرب الشغل بتجيب الاي بي ادرس تبع هذا الشخص بس تجيب الاي بي ادرس تبع هذا الشخص كشفته اتس فيري ايزي تعرف اتليست وين عايش وين عايش. انا هذيك السنه بالانتخابات لما كان في باند بديربون كان في حدا طالع وعم يكتب شغلات طالع نازل وكان متخبي بورا فيك اكاونت فعملت فيه هيك صراحة بعت له اي بي ادرس كفر اب ماسك اب وكبس عليه قبل منه غشيم سوري من هالكلمة وعرفنا منه هو هو لحد هلأ بعده فكر نحن مش عارفين منه هو فإذا عم تحضرنا نحن عارفينك عارفينك we're watching you آمين بعد ما الاي بي ادرس ها موجود ما بدي نروح طيب هاكينج وفراد هيدي كمان شغلة كتير 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 مهمة سيريوس هيدي it's very common بدها تنتبه للعالم ومن ضمنها انه اذا واحد عمل فيك اكاونت او انتحل شخصية حدا تاني بدهم ينتبهوا لها هيدي it's a very big felony لانه الفراد بتشوف people they steal your identity they pretend to be you online وبفوتوك بالحيط مزبوط يعني اذا انا يعني تخيل حدا took my identity ويعني عم جاي بيحكي مع حدا تاني he's threatening him بس هي باسمه يعني عم يخرب لي اسمي عم يخرب لي بيتي you know بحب بتحب في قضية كتير كبيرة رفعت ضد ما بعرف اي social media company حدا راح عمل fake account باسم let's say X for example وصار يحط صور عنه اخبار عنه خرب له بعبوه من الشغل I'm sure with Facebook بزعبوه ما بعرف شو رفع قضية كتير كبيرة على السوشيال ميديا انه كيف تركتوه هذا الحساب وانا بعتلكم reports وما بعرف شو وهيك فبتصير every day طلع حواليك بتلاقي كتير fake accounts على طول خلينا ننتقل للنقطة اللي بعدها اكيد متابعينا انا اكيد عم تابع الكومنتس والتعليقات والاسئلة تبعكم زيزي بتقول استاذ حسين تحية لك وضيفك فعلا كل برامج مهمة شكرا لك استاذ حسين جيلان جاوبنا عن سؤالك نبيل بيسأل هل يشمل واتساب is واتساب included well واتساب so هلا it would be لأنه واتساب is owned by Facebook واتساب if people don't know this واتساب is owned by Facebook yeah أكيد وهلا the next topic واتساب is going to be directly related to it أوكي كتير منيح زينب جاوبنا عن سؤالك عن الهاكرز والبنك أكاونت ليلى بتقول the user information مزبوط كايد بيقول يسعد مساكن إذا ممكن ضيفك الكريم نحن عم نترجم بالعربي والإنجليزي أكيد والكلام واضح ما في شيء منه واضح even some universities they do this they check their social media مثل UFM يب 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 أكيد في كتير تعليقات عم تجي فهلا أماني عم بتقول هلا إذا واحد طلق مرته وراح انتحرت بيكون هو قتلها لا بس let's say هو طلق مرته قالت له مرته for example إذا بترجعنيش بدي أقتل حالي قال له روح اقتلي حالك هونيك إيه yes, هو عم بشجعها أنه تقتل حالها بس إذا هي راحت لسمح الله قتلت حالها لا ما خصوا بالموضوع فسوما بتقول موضوع كتير مهم في شغلات كل شخص لازم ينتبه عليها والشكر للمحامي يا أهلا وسهلا فيكم أكيد حلو واحد بيحب يتواصل مع المحامي الاستشارة مجانية هني بيتعاملوا بأكتر من شغلة بالقانون مش بس يعني هيدا الموضوع عم نحكي عنه اليوم إن كانوا عندكم إفكشن ولا بزنس ولا هجرة ولا كريمينال ولا حيلا موضوع ولا الموضوع عم نحكي عنه عندكم مشاكل فيه فيكم تتواصلوا معهم على رقم التليفون موجود معكم هو 313-908-6018 313-908-6018 فيكم تتواصلوا معهم بساعات الدوام أكيد وبيقدروا يعطوكم استشارة مجانية وتقدروا تحصلوا على كل الأجوبة لأسئلتكم اللي أنتوا عم تسألوا عنها مصطفى بدي كمل بموضوعنا لنعطي حقه للموضوع صراحة تحدثنا عن الأونلاين ثريتس تحدثنا يعني عن تهديدات أونلاين عن السايبر بولينج عن هاكينج عن فراد شو هو الموضوع اللي بعده بنتحدث عنه
The next topic, buying illegal things. تشتري شيء يعني it's completely illegal. تشتري شغلات غير قانونية. هيدي the most common one. والله. هو the drugs. Marijuana. أوف. Marijuana, pills, cocaine. هول this is the most common. We've had hundreds of cases come into our office. Well, the prosecutor اللي بيكون عم تحكمون. يعني my clients بيكونوا the criminals. The prosecutor some of the best evidence they have. بكل المسجز على سناب شات المسجز على الانستغرام المسجز على الفيسبوك لا انا ما اشتريت اوكي بس المسجز الدايركت مسجز على الانستغرام قالوا انه انت رحت التقيت معه هون وانت انتوا اتفقتوا تتقون وهو بده يبيعك انت بدك تشتري وذس از هاو ماتش واز غانا كوست معروفه معروفه هلا بيبل بفكروا اذا بيحكوا على لانه على سناب شات اتس نون انه بس يعني بس تسكرها المسجز زي جيت ديليتد بس يو كان فايند ذم ذا جوفرمنت هاز ا واي تو تراك ذوز مسجز اه والله يس اند ذيف دان ات بيفور خصوصا على سناب شات معك حق yes. لانه العالم بيفكر يو نو وات بعد ما بعرف دقيقه او شيء بيختفي المسج ما بعرف قديش بعد قديش بيختفي المسج ما بستعمله انا على سناب شات عندي اكونت بس ما بستعمله فالعالم بيفكروا اوه ما هو لحاله هذا المسج عم بيروح ليك اذا بتكون كرايم كبيره بياخذوا التليفون بيعملوا وارنت على التليفون وبيلاقوا اللي بدهم اياه وارنت على التليفون they will find whatever they want في شيء بيتمحى على الكلاود في شيء بتكتبه على الكلاود بيضل على الكلاود في شيء بيتمحى يا زلمه انت بتحط delete انا I don't believe it اذا انا هلا deleted the text message I don't believe it's deleted والله I don't believe انا I'm paranoid I don't believe it's deleted so I act like nothing can ever be deleted that's how you have to be واحد لازم هلا بهالطريقه يفكر فيها هيك انه ما في شيء رح ينمحى عن الكلاود فقصة انه الواحد يشتري شغلات illegal يعني the majority of the time شو عم بتصير عم بتلاقي عالم على الفيسبوك ماسنجر على الفيسبوك ماركت بليس they use code words على الانستغرام direct message على تويتر سناب شات is the most common one حدا somebody that sells weed or somebody that sells cocaine or somebody that sells pills especially انت you know هلا بدير ونسى عندنا the drug problem is very bad yeah a lot of the buying and selling of the product comes from social media حدا بيع for example اذا انت ما بدك العالم تعرف مين انت بتبيع شو حتعمل you're gonna give your Snapchat name مزبوط. انا محام بيعرف اسمك بس بيعرف اسمك على Snapchat وانا يعني الشخص انه انا I do drugs وانا I smoke weed وانا I do this انت بتجي لعندي بتقول لي انا I wanna buy بقول لك لسه انا ما بعرفه مين هو بس بعطيك Snapchat تاعه قال له انه انا بعطك وهو بيلتقي معك بيعطيك الادرس بتروح انت بتشي منه وبتخلص منه That's how it is مثل كودز يعني yes عندك شي كود بتعرفه شو ما بعرف انا لا بس عندي بس I'm sure I've had clients that know يعني 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 a lot of my clients said that they have gotten in trouble have gotten caught for using Snapchat or for using Instagram واو yeah لأنه مثل ما قلت لك لأنه even on Instagram فيك تعمل fake name بس انت you're known as a drug dealer so العالم بيحكوا مع بعض through Instagram بيقولوا انه انا I wanna buy weed or انا I wanna buy pills or انا I wanna buy cocaine مزبوط وبيلتقوا هو بيقولوا okay meet me at this place at this time it's gonna be this much money وبروحوا then they do a deal هل يترب فقط بموضوع المخدرات ولا بشغلات illegal تانية يعني؟ هلا المخدرات is known هيدي it's the number one في عالم تشتري سلاح من خلال السوشيال ميديا yes you can بس هلا السلاح خلينا لك المشكلة ايه البيستول اللي هو الفرد العادي الفرد العادي it would be illegal بس إذا only if they don't get it لأنه إذا مثل ما قلنا نحن عملنا برنامج من قبل ايه قلنا when you buy a pistol or you're buying it from a private seller you have to do a transfer of title okay إذا هني عم بيشتروا illegally that means fish transfer of title so let's say انت عم تشتري انت سلاح يعني فرد من حدا حاطه على فيسبوك او حاطه ما بعرف وين اذا مسمح له يحطه ما بعرف اذا مسمح له هي المشكله هلا بس let's say هو حاطه على ستوري تبعه انه انا بدي ابيع هذا الفرد وانت فرند على الليست معه وانت قلت له يو نو وات ليت مي باي بدي اشتري الطريقه المثلى اللي انت تعملها لحتى ما تكون illegal if it's a pistol بتلاقيه a certified gun shop or they do a transfer of title لازم يعملوا transfer of title 100% طب اذا شوتجن you don't need to go anywhere فيك تروح لعنده على تشتري منه بس هل يا ترى افضل انه الواحد ياخذ معلوماته طب بركي هذا كم اوس واحد فيها لهذه الشغله ما هي هلا ما again that's why I don't believe in buying private بس بتصير كتير العالم بدأت تنتبه صراحة. Yeah, بس هيدي معروفة. The illegal things هيدي it's known by the drugs. It's very common. وأنا a lot of my clients their biggest issue is يعني ال evidence اللي عندهم يون ضدهم it's messages on social media. يعني ال evidence اللي هني عم بيلاقوه
هو المسجز على السوشيال ميديا معروفة. 100% التليفون بيعطي الدولة يعني more evidence than صراحة than anything else. الدليل يعني عم بيستعملوا هيدا الدليل الموجود من خلال الرسائل اللي عم تنبعت على سناب شات، الرسائل اللي عم تنبعت على فيسبوك، عم بيستعملوه كدليل ضدهم لإثبات الجريمة. فبدها تنتبه العالم شو عم تبعت على السوشيال ميديا لحتى ما يستعملوا هذه المعلومات ضدكم، وأكيد يعني لا سمح الله يكونوا يسببوا لكم مشاكل. سوما عم تسأل إنه في بعض الأشخاص يمكن مش بدونش يعملوا شيء يمكن مش منيح على السوشيال ميديا، بس لأسباب شخصية إنه بدون يخلوا معلوماتهم خاصة، ما بيحطوا اسمهم الحقيقي على الفيسبوك أو ما بيحطوا صورتهم، بيستعملوا معلومات يعني بس مش هو kind of fake account. أوكي. بس ما بيأذوا حدا، إنه بس لأنه هني بدون يحموا معلوماتهم الشخصية. هلا هيدا it's different، لأنه هلا ليك عندك 100 you have a bunch of fake accounts. ايه. بس المشكلة إنه شو عم تعمل بالفيك account؟ مثل زهرة الربيع. Right. العاشق الولهان. ايه. هلا again يعني the most common things that بالفيك account أو عندك البولينج أو عندك التاني the other side يعني the fraud side. هلا إذا أنت بس عندك fake account يعني just for your family وبس تخبي your identity as long as you're not doing anything illegal it's not يعني you're not getting in trouble. تمام. بس المشكلة وين إنه شو عطول بتشوف this thing عطول بيكون في fake account وواحد أو واحدة بدون يتعرفوا على بعض. واحد بفكر عم بيتعرف على واحدة بس he's not really getting to know this person he's getting to know somebody else. مزبوط. وهيدي that's when it becomes a problem. Yeah. عم تحكي مزبوط يعني حتى أوقات بيكون عم بيحكي مع وحدة يمكن يكون واحد. Yes. هيدا it's called the catfish. Catfish. Yes. I think it's called I think catfishing. I believe it's called catfishing. I don't know. والله ما بعرف شو اسمه. أو عم بيحكي مع وحدة مفكرها هي فوق 18 وبتطلع تحت 18. بتطلع معنا. بتصير بتصير كتير. كل يوم نسمع فيها. بتصير كتير. وهي شو بيصير مشكلة وين؟ أفشي عنا بجيلة العرب بس أحلى يعرفوا دغري بروحوا على البوليس وهذا دغري بدي فوت بالحيط لأنه يعني هو شو بدي أعرفه لإله. لما تحكي مع ماينر على السوشيال ميديا شو الحكم تبع لانه انا سمعت فيك مش اكثر من شاب عطون اكثر من حكم بي هلا الديبندز شو اللي حكيته فيه وشو اللي انبعته وشو اللي صار يعني سمح الله يعني اذا انبعته صور يعني you know يعني نودز اللي بعتوا لهم if they're يعني that's a problem هيدي if she's يعني if she's under the age of 16 it's a big problem والله it's huge it's criminal sexual conduct so that can't happen بس إذا يعني بس يعني it depends what kind of words were said يعني there's difference between hi أو امشي نامي معي you know what I mean يعني those يعني depends يعني on those two things can separate you from jail and from just and from nothing wow you know so كله it depends كله it depends مش قليلة كله هيدا it's a case by case basis شو عم تسأل إذا حدا عنده جيران بيدخنوا شيء ريحته مش طبيعية والريحة بتأذيك وكل ما تطلع الريحة بيصير عندك أنت صداع يعني بيصير عندك هدك وبدك you're gonna vomit almost okay what can she do So هيدا is kind of unrelated to the topic, but أكيد unrelated. So هيدا قبل ما نقول للموضوع. So هيدا so that's يعني so هيدا it's called a nuisance. Legally it's called a nuisance. هلا it just depends. يعني you have to يعني okay she can't be the only one that's affected. Okay. There has to be multiple people that يعني that feel the same. إذا عندي يعني ثلاث أربع جيران وكلهم they feel the same way. بروحوا بيتشك عليهم then you know then something can be done. بس هي بس لوحدة she's the only person بالحي كله that's affected by it. يعني it's gonna be hit or miss. كله depends on the facts. كله هو depends on the facts. Yeah. دائما التفاصيل الشيطان يكمن في التفاصيل مثل ما بيقولوا. Yeah. خلينا حتى نستفيد من الوقت أنا بدي أحاول قد ما فيني مرق معلومات بهيدي الحلقة حتى العالم تستفيد من الحلقة. أكيد فيكم تتواصلوا مع الأستاذ المحامي للاستشارة المجانية بما يتعلق بهذا الموضوع أو بأي مشكلة قانونية عم بتواجهوها إن كان من ناحية إخلاء مستأجر أو من ناحية شركات وقانون الشركات البزنس لا أو من ناحية الهجرة والإميجريشن أو من ناحية ريل استيت أو كريمينال لا كل شيء الاستشارة مجانية رقم التليفون هو 313-908-6018 موجود بأسفل الشاشة أكيد فيكم تستفيدوا من الاستشارة المجانية 313-908-6018 نحكي عن صرنا حاكين عن ثلاثة خلينا نحكي عن الرابعة هلأ حاليا posting videos of criminal activity هيدي this is يعني تحط فيديو لك على السوشيال ميديا انت وعم تعمل شيء غير قانوني هيدي عم تحكي this is the age of between 16 and 24 the most كتير. common one زكاة ما عرف زكاة اللي قريتها عن نوز كانوا عن 94 عم بيروحوا بالدواليب كل كلهم they're adults yeah. ايه بس لقطوهم كلهم من وين ورا السوشيال ميديا حطوه على الفيسبوك يعني خلينا نشرح شو هذا يعني انت عملت شيء مش قانوني وصورته كانه صوره او فيديو حطيته على السوشيال ميديا yep. احدث مثل صار هو الاحداث اللي صارت بالكونغرس يس yes.
صاروا ياخذوا سيلفيز وياخذوا صور وياخذوا صور هني قاعدين على المكتب تبع نانسي بيلوسي وهو حاطط اجره على جلك على المكتب من فوق وهذا اللي حامل المكتب واخذوا معه او البوديوم واخذوا معه وهذا اللي ما بعرف شو هذا ابو ارن كمان ما بعرف شو عامل هذا اللي عم بكسر الشباك وعم ياخذ فيديو عم يضرب بوليس وعم ياخذ فيديو او المثل البسيط اللي انت قلته شباب هون بميشيغان على ال 94 على الهاي واي سكروا الهاي واي وبلشوا يعملوا دونتس على الهاي واي دونتس اللي هي بتبرم السياره بتصير بارضها وشو مبين الفيديو لايسنس بلايت تبع سيارات اكزاكتلي حبل هيدا صراحه والله فلقطوهم كلهم اتس فيري ايزي هدي بتشوفها كثير عندك اسبيشلي جيل بديربورن بيروحوا ذي وان سبيد ذي وان ريس وذي وان ثرو اكزيت بيبلز هاوسز وبدون الفايتنج لانه ثرو اكزيت بيبلز هاوسز قلب قلب كبوا بيض على البيوت او they all record it بتصير عم تمزح happens a lot oh. معروف خي انا كنت بالهاي سكول يعني it happens a lot بس عندك the most common one هو الفايتنج الفايتنج بال يعني between high school kids بيكونوا يعني كلهم يعني بيروحوا بيتجمعوا in one place they say hey meet me at this park بروح شيء 20 يعني like 20 people بيروحوا just to go watch the fight واثنين بيروحوا بيتعاطوا مع بعض they everyone has their phones out they're all recording it sometimes they go live on Facebook and you can and they literally put it live مزبوط وهيدا anything you do anything you post دغري they're gonna track it down so if their own police they wanna find out يعني who fought at Ford Woods at 4 o'clock بس بيطلع على Facebook they can find it yeah and that's how you get in trouble so you see a lot of the videos of criminal activity بتشوفهم between the ages of 18 and 24 or 16 and 24 اللي بيكونوا بالhigh school بيكونوا a lot of them in racing عم بتسابقوا يعني عم بتسابقوا بيكونوا عم record واحد يعني مد راسه من السيارة he's recording أو بروح عم بيكبوا بيوت على البيت بيكبوا بيض على البيت بيوت على البيت عم بيكبوا بيض على البيوت they're fighting the fist fighting معروف the fist fighting it's very common wow yeah sometimes even in school they record it yeah هايدي كمان ممكن يعني حسب اكيد شو الجريمه اللي عم يعملوها ممكن يكونوا in trouble like if you're 17 and older ولو بالهاي سكول you're gonna get a misdemeanor for that yes واذا واحد تعور لا سمح الله misdemeanor يعني جنحه نحن صرحناهم قبل بمره اكيد في حلقات yes. انا والمحامي مصطفى حويلي واستاذ ادم المنوش معنا اليوم ونوجه له تحيه اكيد فيكم اكيد ترجعوا لهذه الحلقات شرحنا نحن انواع الجنايه اللي هي الفيلوني والجنحه اللي هي misdemeanor يعني شرحنا اكثر من نوع فيكم ترجعوا لهذه الحلقه حلقه كثير مهمه يعني فصلنا بالتفصيل شو هن misdemeanors الجنحه وشو العقوبات تبعون وفسرنا شو هن الفلونيز او الجنايات وشو هن العقوبات تبعون حلقه كتير مهمه فيكم ترجعوا لها فحيلا واحد بيعمل شغله مش الليجول ما تعملها واذا عملتها ما تصورها او ماي جاد ما تصورها لانه ليك انا اصلا ليك حسين انا صراحه انا I've never understood ليه الشخص اللي عنده السوشيال ميديا بحط كل شيء على السوشيال ميديا يعني you're putting too much even if مش عم تعمل شيء غلط بس الدنيا كلها عم تعرف عن حياتك وهيدا we're gonna get into the next topic why it's more dangerous والله هلا you're gonna understand the next topic why هيدي بتصير كتير على فكرة the next topic كتير على طول بنقول للعالم نحن لما تكون عندكم social media وهلا لما نحكي بالنقطة اللي بعد هيدي رح تعرفوا ليش بنقول للعالم ما تحطوا كل شيء بتعملوه على social media قد ما فيكم تقللوا من الشغلات اللي بتحطوها على social media كتير مهم تعملوها كتير مهم تعملوها خلينا نحكي بالنقطة اللي بعدها حتى تعرف العالم ليه مش كل شيء لازم تحطه على السوشيال مش لازم تحطه اوكي هلا الاخر يعني the one of the most common things that بتشوفه هو robberies or vacation robberies انا I call it vacation robberies لانه بتصير when the person is not home السرقات اللي بتصير لما العالم بتاخذ vacation بتاخذ عطلة yes او اوكي كم مرة طلعنا على 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 السوشيال ميديا وشفنا انه حدا بديو مصور يعني مش بيشوف الكاميرا كان واحد بالبيت قاعد عم بيمشي وعم بيسرق طب اوكي طب يعني How did he know you weren't home? Atuli, you find out and know these people بيكونوا عنده بيكونوا رفقه معك على السوشيال ميديا وانت حاطط انا I'm gonna be in Florida for this for 2 weeks هن عارفين وين بتعيش انت فات وهن يلا هن they welcome themselves to your house هيدي كتير بتصير بيدا بتصير الله بتصير كتير عم نضحك بس لانه والله بتصير كتير انا بعرف كتير اشخاص صايرة معهم رايحين هن بدهم ينبسطوا رايحين على كانكون رايحين على فلوريدا طالعين vacation طالعين عطلة وقالين للدنيا كلها قالوا لأمة محمد وأمة الله حطوا على vacation mode ببلشوا لك هذي vacation mode صور وفيديوز بيجع ما عندهم والله بيجع بلقوا البيت بيجع بلقوا البيت فاضي عشان هيك البوليس بيقول للعالم بس يفلوا يروحوا vacation to let the police know يعملوا drive around ما يحطوها على السوشيال ميديا right. وتاني شيء قولوا للشرطة تبع المدينة تبعكم انه انتم فلين مش رح تكونوا موجودين بالبيت من التاريخ كذا للتاريخ كذا لحتى الشرطة الشرطي لما بيعملوا دورياتهم يعملوا دورية حبيتكم يتأكدوا ما حدا يفوت على بيتكم بغيابكم
شغله مهمه هيدي. قول لجيرانك كمان كثير يعني على ارى بيبل يعني عن جد يعني صراحه الله يهن العالم يعني الحمد لله. بس الله ارى بيبل بس يجيبوا يعني especially the cars بصوروا هالسيارات بحطوا هون وخي كاميرا بتطلع اونلاين بتلاقي السياره هي بديربون on the street got stolen this charger got robbed this challenger got stolen هيدي هون. طب اوكي how do they know you drive these cars مزبوط. يعني a lot of people in Dearborn الحمد لله يعني they have very nice cars and nice homes but a lot of it انه يعني you're posting it on social media or you're becoming a target مزبوط. You know so انا عطول بقول يعني اللي عنده social media يعني اوكي انبسطوا فيه هون have fun with it بس حياتكم كله doesn't have to be on this on this platform yeah. And it's dangerous لانه you're giving هيدا it's free information انا عم تعطيهم معلومات ببلاش. Anybody can go make a Facebook they can add me on Facebook في يعرف a lot about me yeah. Even though انا صراحة انا I don't post a lot on Facebook يعني I'll do shares of sports انا بحكي على sports كتير بس my personal life I don't بس في anybody يعني إذا انا I'm applying for a job دغري انا يعني the employer can go through my Facebook they can know what kind of person I am within 10 minutes معروفة. So إذا أنا أو أنا I'm somebody that barely posts يعني تخيل عندك واحد أو واحدة they post everything on Facebook yeah. You're gonna know everything about them yeah. You know so يعني you become a target. كتير بيقولوا للأهالي اللي بياخدوا أولادهم على المدرسة على طول نحن يمكن لما بناخد أولادنا أول مرة على school بناخد first day of school picture that's fine بس بدك تنتبهوا لما تاخدوا هيدي الصورة ما يبين اسم المدرسة وراكن على الوحدة لأنه في كتير أولاد عم ينخطفوا للأسف الشديد من وراء أنه الأهل مبسوطين بأولادهم عم بياخدوا صورة للأولاد هني والأدرس تبع المدرسة وعنوان المدرسة لا سمح الله عم بيصير فيه human trafficking كتير من وراء هالموضوع. No, شو عم بيصير كمان كتير أنا I was reading an article the other day لأنه أنا بتعرف أنا before every show بعمل research to make sure we have the law right. So أنا today when I was doing the research for this read article about there was a Bennett in California. بعد نقلة حط على السوشيال ميديا انه you know انا I moved this is my first house I'm by myself blah 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 انه انا I want to be independent و somebody had her added و they knew انه هي she's single ولوحدة وفيش حدا معها yeah وراحوا they went يعني they attempted to rape her yes لانه هن عارفين على حالها she's not defending herself wow هي بكثير it happens a lot يعني trafficking يعني any kind of assault towards a woman criminal sexual conduct يعني كيف الواحد بيعرف هالمعلومات عن الشخص مش قليل يعني they use social media لانه it's free information يعني لازم عشان هيك الواحد لازم ينتبه شو عم بيحط ومش بس هيك even اذا مش عم تنتبهوا طب make your profile خليوها private only add عطول انا هيد that's another thing that I don't like عالم بيعملوا ad to people ما بيعرفوا من هنا ولا عنده ولا mutual friend مع بعض بس يعني دغري يعني على any request دغري يعني they'll give them an ad عطول بقول keep your profiles on private or only add people you know even if you don't know them طب شوفوا the mutual friends مين هن إذا هن they're friends with 200 of your friends maybe it's safe بس ما بتعرفوا حدا there's no reason to add them 100% you're giving somebody you don't know information for your life أكيد. So you have to be careful هن بفكروا هيدا شيء بطيء شيء صغير بس it's not yeah عم تحكي مزبوط عم تحكي مزبوط ومعلومات مهمة أكيد بتمنى أنه عم يحضرونا اليوم ينتبهوا لهيدي المعلومات ومش بس ينتبهوا لها يطبقوها لأنه نحن أوقات عطول منتسمع بس ما منطبق لازم نطبق مصطفى يعني يمكن حكينا عن أكثر من شغلة يمكن الأشخاص اللي عم يسمعونا هلأ عم يحضرونا هلأ بيقولك يعني قديش بتصير هيدي الشغلات هو أفن هيدي الشغلات الجرائم بتصير لا يفهم هلأ بتصير كتير and but the problem is شو إنه عندك two sides عندك the first side the people that are doing it يعني the person committing the crime ما بيعملوها لأنه هني they want to commit crimes مش فاكرين هني عم يعملوا غلط they don't think they're doing anything wrong or the person that they're doing it to يعني قول انه انا I'm being cyber bullied the majority of people that are victims of cyber bullying يعني اذا let's say انت حدا عم يعمل لك تنمر على الانترنت yes. اوكي هلا انا محامي هلا انا I know the law بس a lot of people ما بيعرفوا الله especially young kids 16 17 فكين they have no other choice and this is just my life I have to deal with it so a lot of so it's two ways a lot يعني the people doing it مش مفكرين عم بيعملوا شيء غلط or the people on the receiving end the people getting bullied or they're getting harassed فكين انه هيدي it's allowed so I can't do anything about it حلو هيدي نقطه كتير مهمه yes. كنا نفسرها بالعربي لحتى العالم تعرفها اللي عم بيعمل هيدي الجريمه او عم بيعمل تنمر او عم بيعمل whatever شيء على الانترنت منه عارف القانون فبفكرها شيء عاديه yes. والشخص اللي عم بيتاثر بهذا الموضوع اللي هو المتلقي يعني بسموه كمان منه عارف انه right. هيدي مشكلة قانونية بإمكانه إنه يلاحق الشخص عليها هون بتكمن الشخص و again the biggest issue المشكلة وين both sides the reason why إنه الواحد اللي عم بيعملها ما بفكر إنه شيء غلط واللي عم بيصير معه ما بفكر إنه it's illegal لأنه في شيء اسمه freedom of speech باليو اس وكلهم بفكروا هذا حرية التعبير فيني أقول اللي بدي إياه فيني أعمل اللي بدي ممنوع حدا يقول لي شيء لأنه it's just words ممنوع حدا يعمل لي شيء وهذا it's 100% false Okay. It's not true. Freedom of speech it has a limit.
Once you're affecting the life of somebody else or once you're putting somebody else in danger, هيدا it becomes illegal. حرية التعبير بتوقف لما انت عم هيدي اللي عم تحكي انت او اللي عم تعمله بيأثر على حدا تاني أكيد. او بتعرض حياة حدا تاني للخطر. نعم. تمام. والعالم كله يعني it's listen هلا فش يعني not everybody's a lawyer but you have to understand there are some things ما فيك تقول لانه العالم بفكر لانه هن they're behind the computer او هن عم بيستعملوا computer وهن they're typing كل شيء اللي بيقولوه it's safe لانه انا I'm not يعني انا it's not face to face انا I'm the computer I'm not really doing anything wrong بس it's wrong it's not true إذا انا قلت له واحد على الفيسبوك انا جاي اقتلك إذا هو he reasonably believes أنا جاي أقتله بروح بقول على البوليس I'm getting arrested that night. أوف. I am getting arrested that night 150%. يقبض عليك تغري. 100%. خليني أحكي عن هيدي آخر نقطة بنحكي فيها حلقتنا اليوم أشخاص عندهم cases already بالمحاكم يعني واحد عم يطلق هو مرته for example. Yes. أو حدا مختلف هو حدا وراح هداك سافقه for example PPP أو شو اسمه؟ PPO. Personal Protection Order. Yes. إيه. بيطلعوا على السوشيال ميديا. وبيبلش هيدا ابن الهيك وهيك وهيك yes, yes, عمل yes. كذا 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 في مشكلة بهذا الموضوع لما انت عندك كيس بالمحكمة yes. وانت طالع على السوشيال ميديا وعم تحكي فيها هلا عندك انا one of the most common ones I deal with اللي بيكونوا عم بيطلقوا ايه especially إذا whether you're representing the wife or you're representing the husband. إذا أنت عم تمثل الجوز أو عم تمثل المرأة. شو بيصير بس when it comes time for support. قول إنه أنا يعني أنا I'm representing the wife وهي بدها child support. Okay. شو بيقول هو أنا ما معي مصاري ولكن الانكم تاعي it's low. بس بروح على السوشيال ميديا بحط المرسيدس الجديده ايه شو انا حاسحب المرسيدس بدي اقدمها للمحكمه طب هو قال ماما مصاري طب لك هسه حقت يو نو 80000 دولار وين جابها ماما مصاري وين جابها بعد هن حيكشفوه هي بكثير كثير it happens a lot people يعني a lot especially in divorce cases the husband والوايف اثنيناتهم عطوا بكذبوا على المحكمه بقول انا ما معي أو 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 أنا I don't make enough money أو أنا I don't have a job بس بطلع حطه online بحطه إنه they got a new job at this place بحطه إنه oh I just bought this house I'm taking a vacation here أنت all you do you go online you print out those papers بتفرجيهم للجudge طب أوكي كيف أنت قلت لي إنه أنت ما معك مصاري أنت you don't have a job بس مكتوب هون أنت you work for example for Quicken Loans you just bought a house in Florida or you just bought a brand new car طب من هون إجوا منين إجوا منين إجوا with a $900 income من وين إجوا هل يا ترى إذا أنت ناقشت تفاصيل من القضية من الكيس تبعك ناقشتها على السوشيال ميديا في مشكلة بهذا الموضوع يعني إذا طلعت أنت على السوشيال ميديا وقلت أنا مرتي بدها تطلقني لأنه ما أخدتاش فاكيشن أو لأنه ما بعرف شو لأنه عم تحكي تفاصيل كيس تبعك على السوشيال ميديا بيأثر على الموضوع بيأثر على الموضوع number one معروفة and any lawyer will tell you معروفة يعني if you're a new lawyer or you've been a lawyer for 50 years you never ever talk about your case no matter what it is never especially على السوشيال ميديا وعطوه بتشوفه بالcriminal world هي بتصير بتصير كتير عندك a lot of criminals they're out on bond يعني they let them out for bond طلعون على كفالة مالية ايه بيطلع online بيقولوا انه this prosecutor is a bit blah 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 this judge blah blah صارت blah صارت مع الاستاذ سلم سلامي بيدير بون I'm sure it has انا هي ما سمعت فيها عن جد صارت حكى لانه حكى فيها الجادج publicly سو فيني احكي فيها انا publicly استاذ سلم بالمحكمة في شاب عنده كلب بعتقد كان عم بيزعج جيران او شيء فالاستاذ سالم حكم شيء ام هذا الشاب ما عجبه الحكم طلع على السوشيال ميديا وصار يسب له ما بعرف شو يو كان جيت جوبه فور ذات جيبوه على المحكمه 100% فبيجيب وكان في كونسيكونسز للي عمله هذا الشاب اكيد ليك هيدي شغله الطلاق مفهومه للعالم يس بس في كمان اشخاص بيكونوا عاملين بيرسونال انجري قضيه بيرسونال انجري اصابه بالعمل او اصابه بالسياره عملوا حادث وكثير منا نحن اسم الله بدير كل واحد بيعمل حادث سياره بيروح يرفع قضية وبيصير أعرج ايه ايه فهمني كيف؟ الله يهني العالم ايه ايه خلينا سكتير بتصير كتير ايه رفعوا لنا الانشورنس ريت من وراء هالحركات مهم كتير أشخاص بيكون عندهم بقولوا أنا حادث سيارة أنا I can't walk بس حاطين الصور هني بصير point بتصير بكون عامل حادث سيارة أو وقع بالشغل على الفليب بالشغل ورافع قضية على صاحب العمل أو رافع قضية على شركة الانشورنس وبتلاقيه بس روح عند شركة الانشورنس حامل بعكور حرام بالويلشير بس يمشي مش عارفين يمشي او حاطينه بكرسي لا سمح الله اكيد عم تمسخر على الاشخاص لا 100% بس عم نحكي نحن حقائق عم بتصير عندنا بالجالية وبيطلع على السوشيال ميديا او بيحط حاله عم بيلعب فوتبول وهو على اساس اعرج او عم بيتسبح او عم بيلعب باسكتبول او رايح فاكيشن او ما بعرف شو كمان شو قصتهم هون هول هلا هالمشكله وين هيدا
انه انت when you're suing اذا بتعمل انت insurance claim هلا انا I'm not a personal injury lawyer so بس عم نحكي نحن كسوشيال ميديا انا بخصني بالبيرسونال انجري سو البيرسونال انجري لويرز يعني العاب يعني if you practice personal injury عم تحضروني correct me if I'm wrong هلا انا if what I understand is عم نحكي سوشيال ميديا ايه هلا انت يعني you're suing عندك انت lawsuit you know يعني you're suing you know يعني an insurance company for money okay اذا insurance company بتكشفك انه انت you're doing something wrong بفتكر I don't know for sure they can counter sue you for fraud لانه هيدا كذب عم بتكذب انت قلت انه انا عورت حالي بهالحادث انا بدي هالمصاري مزبوط اخشي هن كشفوا انه انت مش معور حالك انت بس بدك مصاري they can counter sue you I'm pretty sure they can sue you او بيستعملوها لهيدي الصوره ضدك against you 100% they get your case dismissed لو انت كان بيطلع لك 200,000 او بيعملوا لك dismiss للكيس او بيعطوك 10,000 بيقول لك حل عنا yes وكثير اشخاص صار بمعن هيدي يعني رافعين قضيه على اساس هن تعوروا بالشغل او تعوروا بحادث سياره أكيد ورجعوا طلعوا على السوشيال ميديا وحطوا صورتهم بفكرين انه شركه الانشورنس او صاحب الشغل مش يقدر يطلع عنده على السوشيال ميديا ويلاقي الصوره هلاك انا هلا انا عرفت the story is true انا كنت عند رفيقي ايه اوكي هو عن جد صار معه حادث ايه اكيد في كثير اشخاص بيكون حقيقه انصابوا يعني لحتى من وتعور اوكي مره امه كانت عم تستعمل له سيارته ظهرت لبرا وشافت انه الدولاب اللي ورا منفس على الارض راحت بس دقت لطرف اجوا غيروا الدولاب راح رفيقي عم يحكي مع واحد رفيقه انه هو the person he talks to works for an insurance company وقال له فيه قال له لك don't be surprised if your insurance company or the company you're suing they hire somebody to deflate the tires مزبوط لشوف اذا انت بتوطت to try to fix it يصوروك مزبوط هن معروفين اصلا كثير اوقات تمرق من حد الاشخاص اللي هن رافعين قضايا بتلاقي في سياره واقفه برا وعم يتراقبهم هن معروفه عم يتراقبهم حاطين لازم هذا it's their job انت بتعرف انه انت مش بس بيراقبوهم any company whether it's an employee insurance company, law firm, any company. عندهم, they have a team. If they're an established, يعني شركة معروفة, they have a team of people. بس بيعطون اسمك. Their job is to look at كل شيء عنك على السوشيال ميديا. بس بيعطون they are paid. بيعطون salary, annual salary, just to do research على السوشيال ميديا. ومعروفة هيدا. It's a known thing. 100% نحن تقريبا وصلنا لنهاية الحلقة مصطفى. نهى عم تسأل إنه إذا حدا عم بيزعجك وما بدك إياه يجي لعندك على البيت شو فيك تعمل؟ يمكن PPO مش هيك؟ إذا ما بدك يجي لعندك so, okay, أول شيء so, هلا PPO هلا who is this person يعني عرفت it depends who the person is بس إيه في هلا depends what kind of يعني harassment هلا PPO يعني you can do a PPO بس ال PPO it's not easily granted yeah you have to show مش كل واحد بيقدم PPO لا yeah ال PPO لأنه it's a very it's مثل ما نحن حكينا فيها before it's very strict وقوي ال PPO يعني if يعني for you to get one it means إنه يعني there has to be something big going on so anyway what I would do is if someone's harassed call the police بالأول put it on file You have to build a case for yourself. So if you have a bunch of reports on file and this person is talking to you, then you can file for a PPO. Okay. But the best أول مرة إجا لعندك وthey're harassing you, your PPO is not going to get granted. دايما استشيروا محامي بشغلات لحتى تعرفوا شو بيصير. حسين جيلان عم يسألك, did you handle any eviction case in Detroit before? Yes. So we handled many, over 50 of them. حسين احكي معه لأستاذ مصطفى بيقدر يساعدك بهذا الموضوع وأنا بعرف كتير ساعد عالم بقصص eviction وبكتير شغلات ودائما بيحمدوا فيهم فحكي معهم كلير عم تسألك أنت بشو مختص أنت criminal مش هلا أنا personally I specialize in criminal law and in divorce هلا أنا I don't talk a lot about divorce on this show بس لأنه أنا I like the criminal topic more and I feel like it's more beneficial لل community مزبوط. بس أنا I specialize in criminal and divorce هلا law firm لإلنا we do criminal divorce, immigration, landlord-tenant, and business litigation. تمام. Yes. تمام. لأنه في أنت وفي آدم وكمان محامي تاني موجود معكم. كمان هيدا جاوبنا على سؤالكم. شارلي بيقول تحياتي إلك وللضيف. ريما بتقول شكرا حسين ولضيفك المحامي على هذا الموضوع المهم جدا قدمت لنا معلومات لأول مرة بنعرفها حتى أنا أول مرة معلومات صراحة تعرفت عليها اليوم واستفدت كتير أنا بتمنى أن أنتم تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة كمان كمان للأسف صار كله بينشر خصوصيات البيت حتى حرمة غرفة النوم على السوشيال ميديا أنا معكم 100% صراحة طيب مصطفى بنهاية الحلقة نعطيك الكاميرا شو بتحب تقول للعالم كنصيحة نهائية قبل ما نخلص نحن وياك أهم شيء وهل العالم كله لازم تعرفه يعني whether you're a kid or whether you're an adult أهم شيء تعرفوه مش كل شيء اللي بتقوله على السوشيال ميديا is protected نعم not everything is protected وتاني شيء
even إذا مش عم تعملوا شي غلط على السوشيال ميديا خلوا بروفايل لكم on private و don't be quick to add anybody. مية يعني رفقاتكم على الفيسبوك بيعرفوا كل شي عنكم. So be careful who you add. مصطفى أنا بدي أشكر لك لوجودك معنا اليوم بالحلقة. تحدثنا عن وسائل التواصل الاجتماعي والجرائم اللي ممكن أنتوا تعملوها ومنكم منتبهنين لأنه ما بتعرفوا بالقانون بوسائل التواصل الاجتماعي. حكينا عن 4-5 فئات, حكينا عن التهديدات اللي بتصير على السوشيال ميديا, عن السايبر بولينج أو التنمر اللي بيصير على السوشيال ميديا, الهاكينج لما واحد بيخترق حساب التاني وبيسرق معلومات, الفراد السرقة اللي بتصير من خلال السوشيال ميديا, لما بتشتروا شغلات غير قانونية من السوشيال ميديا أو من الانترنت, لما بتحطوا صور أو فيديوهات أنتوا عم تعملوا شغلات غير قانونية, والسرقات التي تحصل نتيجة السوشيال ميديا. كل هيدي المعلومات حكيناها نحن واليوم نحن والأستاذ مصطفى حويلي من حويلي مرتضى عن أسوشيتس, موجودين في مدينة ديربون مكتب المحاماة تبعون, وكما ذكر المحامي مختصين هني بالقضايا الجنائية بالبزنس لا, بالإميجريشن, بالديفورس والفاميلي لا, وباللاندلورد تنت, وأيضا الإفكشن. فحيلا سؤال عنكم إياه, الاستشارة مجانية, رقم التليفون يظهر على الشاشة في أسفل الشاشة, هو 313-908-6018 313-908-6018. نتمنى أنه تكونوا استفدتوا من هيدي المعلومات اللي قدمنا لكم اليوم نهى نحن بالحلقة. حاولنا قد ما فينا نجيب معلوم جديد, موضوع جديد لم يتم الحديث عنه من قبل بشكل كافي, لحتى نوعي الجيلي تبعنا, لأنه الهدف تبعنا كمان نحن أنه الجيلي تبعنا تنتبه لشغلات يمكن مش كل اللي بيعرف بالقانون ومش كل اللي بيعرف هذه المعلومات. فنتمنى المعلومات اللي قدمناها اليوم تكون فادتكم وأضافت شيء لجديد لألكم, لحتى نكون كلنا عارفين هذا القانون, لأنه نحن نعيش ببلد القانون فلازم نفهم القانون لحتى ما نوقع بمشاكل. فنتمنى أنه هذه الحلقة والموضوع المهم اللي تحدثنا فيه اليوم يكون فادكم. بليز اعملوا شير لهيدا الفيديو لحتى قرايبينكم والنتورك تبعكم يحضروا الحلقه, وحتى بعتوه على الجروبات على الواتساب, بعتوه للعالم خلوهم يحضروا هيدي الحلقه وقولوا لهم حلقه مهمه لازم يحضروها لازم يحضروها. نعم يمكن كتير نحن كجاليات بننتبه بس يكون في موضوع عن المصاري والحزمه التحفيزيه بنحضر باعداد كبيره, بس كمان لازم بس نكون عم نحكي عن مواضيع بتهمكم مثل هيدا الموضوع, مثل موضوع اللي حكم امبارح عن تشايلد ابيوز, تعنيف الاطفال, مع مواضيع كتير مهمة لازم يكون في متابعة أكتر لهيدي المواضيع ولازم يكون في مشاركة أكتر لهيدي المواضيع. فبنتمنى منكم تشاركوا هيدا الفيديو, تابعوا هاي الصفحة, وإن شاء الله نحن على طول رح نحاول نتكلم في مواضيع بتهمنا وبتهم العائلات العربية والشرق أوسطية الموجودة بأمريكا وحول العالم. كان معكم حسين هشام من قناة شو الأخبار, إنا ألقاكم في حلقات مقبلة. شكرا لك أستاذ مصطفى, شكرا لكم متابعينا, وإلى اللقاء.